الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مرحبا بكم إخوتي الكرام في هذا الدرس، سنتحدث فيه عن أمر مهم يغفل عنه كثير من في الله تبارك وتعالى في صلاة الجمعة وفي خطبة الجمعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا له. تخيلوا، من مس الحصى، لأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروش بالحصى، لم يكن مثل أيامنا هذه مفروش بالسجاد وبالموكيت وبهالرفاهية، هذه كان مفروش بالحصى. هكذا كان مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت مساجده. فكان بعض الناس وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يلهو ويعبث بالحصى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى. إذا إنسان مسك الحصى فقد، ومن لغى فلا جمعة له. مسلم، يعني تفسيرها الآن في أيامنا إن الذي يضع يده على السجاد أو على الموكيت أمامه فقد لغى، لأنه اليوم ما في حصى، في سجاد، في موكيت. فإذا أنت يدك على السجاد أمامك أو على المكيد، فعلت كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم على أيامه أنه مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. تخيل، فما بالنا يا أخواني اليوم بعض الناس يغفر لنا ويغفر لهم يهديهم يمسك بجهاز الموبايل يقلب فيه أثناء خطبة الجمعة. الإمام يخطب على المنبر يقول: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يا الذين آمنوا اتقوا الله، وهو ماسك الموبايل ويعبث به ويشاهد الأخبار ويشاهد الأمور ويراسل ويتكلم. تخيل، إذا كان من مس الحصى، من مس السجادة والبوكيت لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ما بالنا يا إخواني بالذين يمسكون الموبايل، يمسكون هذا الجهاز ويعبثون به أثناء الخطبة، كيف ستكون جمعتهم؟ هل له جمعة؟ بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي سمعناه، أن هذا الذي يمسك الموبايل في وقت صلاة الجمعة، وقت خطبة الجمعة، هل له جمعة؟ نسأل الله الهداية والعافية من كل سوء وإياكم. أيضا يا إخواني بسيط، يعني بعض إخواننا هداهم الله في المسجد بدل أن يجلس في مصلى مستقبلا القبلة أو مستقبل الإمام، تراه على جوانب المسجد يجلس مسلم ظهره إلى الحائط. يعني هذا الأمر طبعا نحن لا نستطيع أن نحرمه بغير دليل، ولكن يعني من أدب خطبة الجمعة للشباب، للرجال القادرين، للنساء القادرات، أن يجلس مستقبلا القبلة، مستقبلا الإمام وهو يخطب، من باب الأدب، من باب الانتباه والاستماع إلى الخطيب وهو يخطب. يعني لو أسلم ظهره إلى الحائط رجل كبير، رجل مسن، إنسان مريض، يعني ممكن نجد له العذر، لا يستطيع أن يجلس طوال خطبة الجمعة مثلا في دون أن يسند ظهره. بعض إخواننا كذلك يصلي على كرسي، نسأل الله لهم للجميع العافية. لكن شاب صغير، رجل قوي سليم الصحة، يجلس مسندا ظهره إلى الحائط، يعني ليس، نحن لا نحرم هذا الفعل، ولكن لا نراه والله أعلم من باب أدب أو آداب خطبة الجمعة. وفي نفس الوقت أيضا ندعو أتنا الأئمة والخطباء يوم الجمعة إلى الاقتصار وإلى الاختصار في خطبة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، والحديث في صحيح مسلم. فقصر الخطبة علامة فقه الخطيب، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في درس سابق من الحديث الصحيح أن أم هشام رضي الله عنها قالت إنها ما حفظت سورة قاف إلا من
فم النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث يخطب بها كل جمعة. فإذا مقدار الخطبة النبوية، مقدار الخطبة الجمعة في السنة النبوية الصحيحة هي بقراءة سورة قاف 50 آية تقريبا، أقل من 3 صفحات. يعني الإمام المهتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن لا يطيل حتى لا يشق، يعني ربما إخواننا يعني يجلس مسندا ظهره إلى الحائط من التعب، لا يستطيع أن يطول وقت طويل إلى خطبة الجمعة. فنسأل ونرجو من إخوتنا الوعاظ والأئمة والخطباء أن لا يطيلوا على الناس، لا يشق على الناس، لا سيما في أيام الحر الشديد أو الشديد، أن يختصروا، أن يتكلموا بكلام مفيد يعظون به الناس ويعظون به الفائدة إلى الناس. وكذلك نرجو من إخوتنا المصلين الالتزام بآداب الجمعة والإنصات إلى الخطيب، لعلنا وإياكم نخرج بالأجر والثواب والعظة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.